حسنك كي جاتك مفاجاه وانا راه عشي جايه كندار معك بحال هكا على ما غادي تعيط على صاحبتها ياك عجبت ليا لا عبد الله حنا راه صحابنا انت حساب لينا واش ناعسه حل قالت لك حل على البنات غيطيروا على نادا بالفرحه ابلا ياتك شتي اختك جات عندك شلون لينا ادي يلا يلا سلام كبيداتي الفنات خواتاتي المتتبعات فين ما كنتو كذلك المتتبعين تاعهم باش ما يبقاش فيهم الحال فين ما كنتو لاباس عليكم بخير اموركم هانيه ان شاء الله يصيبكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال البنات الله يعطيكم صحتكم ويعطيكم ما تمنيتو ويعطيكم راحه البال والرزق اللي كتيتو انا وليت بحال ديك جداكم صباح كنبدا الفيديو خاصني ضروري ندعى معكم كيف ما كتنساولاش من الدعوات ديالكم البنات بديت الشقه دابا شوفوا شكون فيكم البنات اللي عزيز عليها المريقه ديال الكوكوت ديك المرقه اللي بطاطا وخيزو داك الناس الشعبيين ديك المريقه اللي كتجي لذيذه بزاف القويميده الناس ديال زمان عرفتوا الوالد الله يرحمه البنات كنت كنمشي عنده للسوق الله يرحمه ويغفر لي كنصيب واحد القويميله دايرها في الغداء فرحات عليا يوم السبت يوم السوق كان عندنا البنات وكنت الا مشيت ونبقى نتسنى نطلب في ماما نقول لها عافاك خليني مع بابا حتى نتغدى ناريه البنات وحق الله ما تنساش ليا من هنا من القريجطات هادو اليوم البنات قلت غادي توحشت القويميله فانا ما عنديش القاميل غادي ندير غير في الكوكوت ديك المريقه ديال الناس الشعبيين ديال الناس ديال زمان لذيذه شهوه منها انا غادي نديرها بالدجاج لحقاش البنات ما كياكلوش اللحم ايوا نديروها بشويه ديال الدجاج حلقوا عليها دايره بطاطا وخيزو حاطه الحامض مصير تيجي مع الدجاج و دايره الزيتون البنات ضروري كنغلي باش كيحيد منه شويه الملحه ايوا عاد نبدا نرد في القويميله ديالي هانتوما البنات ها هو الدجاج درت فيه الزيت البلديه على حساب نادا غادي ندير دابا الثومه والبصله البصله ما كنكثروش بزاف البنات غادي ندير شويه الربيع غادي ندير دابا ديال الزعفران هانتوما البنات انا خلطت هنايا كيتقلى لنا اللحم والدجاج غادي نضيف التوابل نديرو شويه سكينجبير البنات كركم وغندير البزار صافي كنخلط مزيان ونخليه حتى يتقلى مزيان مع العطريه عاد نكمل انت هما البنات ها هو الدجاج تقلى لينا اش غادي نضيف ليه دابا غادي ندير ليه واحد الطريف ديال الحامض البنات غادي ندير خيزو البيضات نغوي البنات غير بشويه ديال الماء كنديرش الماء بزاف صافي غادي نسد عليها البنات نسد عليه حتى تيطيب تيبقى لي غير واحد الشوي وكندير الزيتون راه وغادي نحيد منه داك الماء ونديرو وسنحط الفلفله انا راه ديجا مرقداها غادي نحطها في الكوكوت غنسد عليه دابا حتى يطيب البنات شوفوا الكوكوت راه حتى تصفر سالي دابا وجيت وعرفت ناريه الله جمعت قديت باش دارت لي واحد الفنيكيسه كلشي رونتيها لينا ها جلس بنت سرح واحد شويه بين مطاب الغداء اجي عديها للون الزوينه
اجي ها هي جات معايا لصقت فيا بنتي الزوينه. قولي السلام مشاهدي. السلام عليكم، كنقدم لكم شي بون، كنتمنى لكم في احسن الاحوال وغدر في صباح. دابا هادي قناه سيمو ولا قناه صباح؟ قناه صباح. وهاكاك ولاش دابا تذكري المشاهدين بقناه باباك؟ قولي لهم دخلوا لقناه سيمو عواطف وديروا لايك. دخلوا سيمو عواطف صباح وصباح. هاكاك هاكاك ما تنسينيش اش قلتي لي؟ قلتي لي غادي نولي بنتك انت هي ماما صباح. صافي لصقتي هنا تقولي لماماك وباباك والسلام عليكم، مابقيتش نرجع ياك؟ سخني بيزا بنتي الزوينه. واخا ريتلات ليا، شوفوا ريتلات ليا، لينا ريتلت ليا الدنيا. ندى متكيه تتقلب في التليفون. ايوا عرفتو قريتي وجيتي وساريتي القرايه وخرجتي لينا قدام باب، بقيتي حاضيه. والله يرضي عليك ياك بنتي. ايس كريم تقول لك ايس كريم. اشو اسميتو؟ اش يقول لي اسميتو؟ تقول لي اسميتو انت راكي فاره زوينه بول. صافي باش ما نبقاوش نضحكوا قالت لكم سميتو بولو. ماما مشات عند خالتي ديتها الصباح، خرجت تقضي واحد الشغل قالت لي دوزيني عند خالتك. ملي دوزتها قالت لي راه اختي مريضه خليني معها واحد شويه. قلت لها صافي نمشي انايا تنديروا عاد نرجع لعندك. قالت لي سيري حتى العشيه بنيتي، خرجوا بناتك من المدرسة وعاد جي. قلت لها صافي انا نخليك مع اختك، انا نتكى دابا البنات شوية بين ما طاب ليا الغدا وعاد نوض نقلب غاد تجي تاكلي. لينا قالت لكم ما تعجبنيش المرقة، ولينا غادي تجي تاكلها مع حبيبتها اكيد غادي تعجبها البنات. بوهي حطيت المريقة تعجبك على سباكيتي. دابا نديرو نصايب لبنتي سباكيتي، يلاه جي ناكلو هذا ونصايبك سباكيتي. واخا عليك واخا بتلفارة تشرط عليا لينا هانتوما سمعوا. المهم البنات شوفوا هي المريقة كيفاش كتجي، عرفتوا والله ما شهيتكم فيها شحال هادي وانا مشهياها مريقة بحال ماكا ديال الكوكوت او الكويميرة. وانا راه خليت للوالدة غداها واخا ما كايناش، المهم خليت ليها غداها في كوكوت ونحط نادا. يلا نوض اختي نادا. البنات راه واخا عندها النظام الغذائي ديالها راه تاكل لحقاش درتها غير بالزيت البلديه، والزيت البلديه راه خاصها تاكل. جيبها بنتي الكريسيات واجي يلا. وسميتو دابا شويه عاد غادي ندير لها سباكيتي نسلقها ليها وندير لها العصير ديال العناب اللي في خوي السيك اللي عندها. دابا وقيتها ديال الغدا تاكل الخبز كومبل البنات. ها هو الخبز بالنخاله، مبقيناش كنديرو الخبز يعني ديال العادي حقاش هذاك هو اللي كيسبب انتفاخ في البطن. تنديرو خبز بالدقيق الكامل، خبز بالنخاله والمريقه يا البنات شحال كتشهي. ما خايب على المبدا لينا، كي جاك تسك المريقه لينا زوين زوينه ياك في الاول قلت لي ما ناكلش حبيبتي شويه بديت تاكل عجباتك. الدراري الصغار خاصهم على الخاطر عواطف مولفة كتوكل لينا، الا ما وكلاتها ما تاكل. نقربوها بنتي لعند الطبلة تكوني حادقة باش تاكلي، انا نبقى نوكلك غير انا. الفيرة لينا الفيرة، فين غناكلو في العشية فين غديني حبيبتي؟ القهوة والألعاب القهوة والألعاب. يلا ناكلو دابا مزيان كويده ياك كدا كلتي مزيان غادي نديك وغادي تاكل. شوفي غادي نتعلمو ناكلو بايدينا، ما نبقاوش معولين على بنادم يوكلنا. يلا غادي ديري دغيمه او بنتي يلا ديري. ها هو نعطي لبنتي بطاطا، هيا بطيطه هيا بطيطه والدجاجه. واخا غنعطي لبنتي الدجاجه. يلا ديري. شوفوا انا دابا قلت لينا غادي نديك في العشيه الالعاب باش تاكل بوحدها لحقاش لينا مولفاها ماماها كتوكلها. انا نعطي البنت كيت البنات واحد شويه الفاره ديال نور هين جات من المدرسه ولينا حتى هي الفاره المحتاره شتو. ونادى نادى لابسه التوني ديالاش ديال بارسا. واه ديما بارسا
لينا اش بغيتي تشربي؟ بنان ديال ويلي البنان، عصير ديال البنان ولا ديال لافوكا؟ ها غنصايب ليهم دابا عصير قبل ما نخرجوا نديهم الالعاب. نادا دابا رقيته باش غتشرب عصير ديال العنب وتاكل ليه في خويسك، وغادي ندير النور حين غندير ليها عصير ديال البنان. هي جات ولبست البيجامه ديال الدار. ما قلتيش لهم سلام المشاهدين. سلام. كي داز اليوم في المدرسه؟ زوين زوين زوين. وصلنا. زوين زوين زوين. والله لا بقص. زوين زوين زوين. والله لا بقص. افرتوتا. اي حاجه. انا مال الزيتونه. اي خونا. ابغى يفرقونا. وتشوفوا الفاره ديال لينا كيفاش دير الغنايه البنات. المهم انا غادي ندير لهم. اش قلتي ليا لينا حبيبه؟ اش بغيتي؟ عاصر ندير لك عصير بنان؟ غنديروا ليهم يشربوا، نديروا ليهم في الكريعه. ولا ممنوع ما غتشدوا والو، غادي تلعبوا نتومايا اقتصاد. اللي دفاك وصلنا الطبيله هنايا اللي ها كاين النمل، تيقرصنا النمل. يلا جلسه تما الوالده. بسم الله. اش دومونديتي؟ عصير ديال البنان. هكاك هو اللي عجبك ياك ماما؟ ايوا راه مالتها من بكري بصح راه اش البنات ونادا ونور هانو سميتو اش درت ليهم؟ زربت عليهم من الدار. انا ما عرفتش كاش داير انا في القرايه. شوفوا الدريات اقتصاد البنات، عشر الموت ديال الضحك. اقتصاد نادا درت لها. ماما حنا كي دايرينش؟ تعرفي الواليده تطلعي لا تعرفي تشربي بهذيك؟ جرب 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 بها، عجرب بها تشوف. واش بغيت نهضرك ردولي؟ والله جرب بيها جرب بيها. جربتها ولكن انا ما تعجبنيش. قول بطني. بصحتك وبراحتك يا ماما. مالكتاكيت الانسات. انسه لينا. انا نلعب معاك. فين؟ فين نلعب مع حبيبتي؟ هنايا. ولا طلعت انا راه غنهدم ليكم هادي. يلا اه انا 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 رسول الله. رسول الله غطيحي غطيحي هكا. يلا دوخوني درت الخاطر لينا، قالت لك اش يا حبيبتي والو تلعبي معانا. شوفي شوفي شوفي. يلا 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 طلعي 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 نشوف شكون غطلع فيكم. برافو. يلا برافو الحادقه الخلاص نقص. نمشي حدا ماما، نجي ليا ماما. واش ساهلين دوك الدروج بنطلع نتفرج؟ قلت يا ويلي طلعي تفرجي ولا طلعي تلعبي؟ الله اعلم. الحبيبه
قلت ما تبدل الرايت اللي باغات لعبتي وتتجرب على الوالده. ايوا براسك رانا انا مش طلعت نلعب. ايوا لعب لا بغيت تلعب. جربي انت جربي الا اختي طيحي. ما طالعين الناس بصح. لا لا دوك رايحين تبنيه صغيره با يدي ويوصلوا. جربي جربي الوالده. لا انا غنطلع ما عادش بغيت نلعب ولا لا. شو طلعي؟ خلي عندهم دير بنات. نقولوا اليوم بسلام عليكم. وقت النعاس دابا ياك؟ لا وشنو؟ لعب. نعاودو نمشيو للدار ثاني ونلعبو. صافي واخا لالا طلباتك اوامر. لا نلعبو باللعب اويلي. هيا الواليده عرفت ما معجبها الحال والله الا عجبك الحال الواليده؟ عجبني الحال. ايوا ايوا دابا البنات غادي نرجعو للدار حيت كاينين حنا مباوسين وقت النوم ياك. حيت كاينين شي ناس عندهم غدا المدرسه في الصباح خصهم ضروري وينعسوا. اما الناس الاخرين اللي ما عندهم لا قرايه لا والو غيبقاو يلعبوا بحال لينا. ماما نقولوا للناس بالسلامة عليكم مشاهدين. نقول لهم تلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله على القناه. ياك الوالده وبسلامة عليكم. قول لهم صباح الخير. السلام عليكم ابنيتي الله يصبحكم على خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله على البنات. السلام عليكم حي. ان شاء الله.